حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين. آمين. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سبه اجمعين. قال المؤلف الشيخ سالم بن سمير في كتابه سفينة النجاة إلى أن قال: فصل. أقل القبر حفرة تكتم رائحة وتحرس من السباء، وأكمله قام وبسطة، ويضع خده على التراب، ويجب توجيهه إلى القبلة. فصل. ينبش الميت لأربع خصال: للغسل إذا لم يتغير، ولتوجيهه إلى القبلة، وللمال إذا دفن معه، وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. فصل. الاستعانات أربع خصال: مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. فالمباحة هي تقريب الماء، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ، والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، والواجبة هي للمريض عند العجز. كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه، وذكرنا الأقل من ذلك والأكمل الرابع من فروض الكفايات ما يجب على الأحياء للأموات، هو الدفن. نعم. فقال: فصل. أقل القبر حفرة تكتم رائحته وتحرس من السباع. نعم. فيجب الدفن. وزاد بعضهم: الحمل. نعم. والحمل فرض كفاية، لكن بعض المصنفين لم يذكره لأن ربما دفن الميت في المكان الذي مات فيه. نعم. فإذن الرابع من فروض الكفايات ما يجب على الأحياء للأموات الدفن، أن يدفن في القبر. وأقل القبر المحصل للدفن الذي يجزي عن الواجب حفرة تكتم رائحته، تكتم رائحته وتحرسه من السباع. تكتم الرائحة عشان يطلع يصعد رائحة، ولا يمكن للسبع أن يبحث حتى يؤذي الميت أو يأكل الميت. تكتم رائحته، يطرح في حفرة ثم يدفن، بحيث ما هو تفجر الميت ما تصعد هناك رائحة من ذلك الميت، هذا أقل شيء. وتحرسه من السباع، لأننا في سباع بعضها تحفر، بعضها تحفر حفر عميقة، بحيث أنها إذا تختلف البلاد إذا كان فيها حيوانات تحفر أو تبحث حفر عميقة، نجعل على ذلك لوح من الخشب أو من الإسمنت. بعض الحيوانات في بعض البلاد تحفر حفر عميقة، لابد أن نجعل حماية على الميت، ما نجعل لوح من الإسمنت أو لوح من الخشب حتى لا يتمكن السبع لنبش ذلك القبر وإيذاء الميت في قبره. نعم. فلا بد هذه الحفرة التي تجزي عن الواجب أن تكتم الرائحة بعد طمها، بحيث لا تصعد رائحة النتن بعد تفجر الميت، وتحرسه من السباع، في هناك سباع تحفر الأرض بحيث لا يصل إليه سبع ولا يبحث سبع وحتى ولا يأكل سبع. نعم. ولا يكفي أن تطرح الميت هكذا، بعدين يصلح طوب من هنا وطوب من هنا، بعدين يسقف كذا، لابد حفر، يحفر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لابد منها. قال الله صلى الله عليه بيجي اسمنت، ما بيخلي رائحة ولا سبع أبدا، من اسمنت لوح اسمنت كذا أو اسمنت هكذا، لا، لابد من حفر في الأرض. نعم. ما يكفي هذا. أما نعم، كان مثال في مكان حجر ما يمكن الحفر فيه، إيش يسوي؟ ابنى هذا البناء بحيث يكتم رائحته ويحرسه من السباع.
هلا ما أمكن شيء. الحفر ما يمكن، بلاد خشنة قاسية ما يمكن الحفر فيها، جبلية. حينئذ نعمل عليها الاطراحون ونبني عليه بناء يكتم رائحته ويحرس من السباع، لكن لا يجوز البناء ابتداء إلا عند تعذر الحفر. وإذا قيل أن هناك بعض الحيوانات تحفر حتى 3 أذرع 5 أذرع، فإذا نحميه بلوح من الخشب أو لوح من الإسمنت حتى لا تصل إليه الحيوانات فتأكله. نعم، هذا أقل الميت حفرة بس، ويختلف ذلك باختلاف البلدان، تحرس من السباع وتكتم رائحته. نعم، لكن ينبغي أن يحرص على الأكمل في ذلك، كما تقدم معنا الأكمل في الغسل، الأكمل في التكفين، الأكمل في الصلاة، كذلك يحرص على الأكمل في الدفن. لهذا قال وأكمله قامة وبسطة، قامة الرجل المعتدل وبسطة مع بسطة لا اليد هكذا، هذا أكمل القبر قدر قامة رجل المعتدل وبسط يدي هكذا، هكذا لا. كم أذرع؟ 4 أذرع ونص، 4 أذرع ونصف ذراع. تقريبا يعني مترين وشوية هكذا، مترين وشوية، مترين وربع. هذا الأكمل، هذا أن يكون قامة وبسطة، قامة الرجل المعتدل يقوم هكذا ويمد يده فلا تظهر في العلى، هذا أقل القبر، يقوم الرجل المعتدل ويمد يده هكذا. نعم، نعم، ويسن أن يزداد في طول القبر، ما يجعل على طول هكذا ضيق، يزداد في طوله وفي عرضه. ليه؟ لأن هناك بيأخذ إنسان آخر بينزل في القبر وبيستلمه، ما بيطرح هكذا ويرمى هكذا كما فعل في أيام الكورونا، هذا حرام ما يجوز، يرمى هكذا في القبر هذا فعلا لا يجوز. وإن تهاون الناس في أيام البلاء عندما وقعت البلاء هذا المسمى بالكورونا، وإنما وقعوا في الإثم والعياذ بالله، وكثير لم يغسلوهم ولم يعملوا معهم ما يجب. هذا البلاء الذي نزل فضح إيمان الناس، واتضح أن الناس يعيشون ولا إيمان في قلوبهم أبدا. الإنسان بينزل في القبر بيطرح الميت بيوجهه للقبلة، لابد أن يكون القبر يتسع لاثنين، الميت واثنين آخرين، يمكن يحتاج الواحد يساعده، ربما يكون الميت كبير يحتاج أحد يساعده. نعم، نعم، يختلف ذلك باختلاف الميت، إذا كان سمين، كان نحيف، كبير، صغير، هلا. نعم، واللحد أفضل من الشق، اللحد هو أن يحفر القبر هكذا ثم تحفر حفرة داخل القبر في جهة القبلة، هذا يسمونه لحد، ثم تبند ثم يهال التراب والميت قد دخل في اللحد هناك. نعم، والشق هو أن يحفر القبر ثم في وسط القبر يحفر مكان مثل النهر هكذا، هلا. نعم، ثم بعد ذلك يسقى باللبن أو بالخشب ثم يهال عليه التراب. فاللحد يكون بجانب جهة القبلة للقبر، والشق يكون في الوسط كالنهر، واللحد أفضل في الأرض الصلبة، والشق أفضل في الأرض الرخوة،
كما هي هنا في أرض إندونيسيا. حتى جبالها رخوة، صح؟ حتى جبالها رخوة. نعم. تمام. واضح؟ هذا الأكمل في القبر، أن يحفر قامة وبسطة ويوسع في عرض القبر وطوله حتى يسع الميت ويسع من يلحده ويسع من يساعد من يلحد الميت. في أحد بينزل مع الميت من أقاربه، بيأذن وبيقيم، خصوصا لو كانت امرأة، ما بيقول رجل أجنبي بيفك هذا وبيطرح خدها على التراب إلا أحد من محارمها. نعم. وأن يوضع خده على الأرض، هذا السنة، خد الميت على الأرض. منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، ما هو وجوبا لكن سنة، ولو وضع هكذا مع حائل الكفن جاز ذلك، لكن السنة أن يفضيه بخده، أي خد الميت الأيمن هذا، هكذا يقابل القبلة هكذا، هذا كذو هنا لما يكفن يخلون هذا جاهز للإزالة على طول، فيأتي يفك العصب بس يعصب نشط وعلى طول يبدأ هذا الخرقة ويخلي الخد الأيمن يلامس التراب. هلا بعد أين حاجة وإذا يطرحون تحت خديه اللبينة أو نحو ذلك، والذي عليه عمل السلف من حضر الدفن يأخذ سبع حثيات من التراب ويقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، فإنها تكون سببا في رفع العذاب عن الميت ولا يرى هولا من أهوال القبر. نعم. ثم هذه تجمع الحثيات وتطرح تحت رأس الميت، فتكون أمان من فتنة القبر وأمان من ضغطة القبر وأمان من عذاب القبر، وعليه العمل في تريم المعروسة هكذا، ثم يدار المقتل على الناس هكذا، هذا يقرأ سبع حثيات، يقرأ عليها سبع مرات من أنزلناه في ليلة القدر، وهذا وهذا، ثم يجمع هذا ثم يدخل في القبر ويطرح تحت رأس له هذه الحثيات التي قد قرئ عليها سبع مرات من إنا أنزلناه في ليلة القدر، تطرح تحت، أو لم يكن ذلك يطرح اللبنة من رأسه يفضي للتراب، ليس من البلوك الإسمنت، لا، لبنة من الطين، لبنة من الطين لا من البلوك الإسمنت. نعم. هكذا السنة. ويجب توجيه القبلة، أما توجيه القبلة هذا واجب، واجب، لو دفنا إلى غير القبلة حرام ويجب نبشه، توجيهه للقبلة واجب، بأن يؤخذ هكذا رأسه اليمين يخده إلى الأرض إلى اللبنة، وصدره كله يوجه إلى جهة القبلة هكذا. نعم. واجب توجيه القبلة واجب، هذا إذا كان الميتة الميت مسلما. نعم. نعم. هكذا. فالتوجيه واجب. نعم. نعم. ويسن أن يوضع الميت على الجنب الأيمن، لو كان التوجيه للقبلة واجب، لو طرح على الأيسر هكذا وواجه القبلة جائز، لكن مكروه، مكروه ذلك. والسنة أن يكون على الجانب الأيمن ويفضي بخده الأيمن إلى التراب وإلى اللبنة هكذا. هذا القبر مثلا، هذا القبر يعطيه هنا، يلصق الميت هنا في الجهة القبلية، وجهه وجهه هنا، ثم يطرح لبنة هنا حتى لا يرجع كذا، ربما يقول كذا بيرجع كذا، خليه هكذا، يلصقه بجدار القبر هنا من اللحد أو من الشق، يلصقه بجدار القبر، ثم يطرح لبنة هنا حتى لا يرجع كذا ثاني مرة، لأن التوجيه هذا إلى القبلة واجب، ما هو سنة. هذا
نعم. والسنة كما قلنا إلا الجهة الله الشق الأيمن سنة، فلو طرح الميت على الشق الأيسر مقابل القبلة جاز ذلك، الاستقبال واجب لكنه مكروه. هلا فهمت؟ ها ثم يرصد هنا المدار هنا. هلا شوف هو كذا، هلا قريب من هيئة الراكعة كذا، قريب من هيئة الراكعة كذا. نعم على ممكن بيرجع كذا يطرح هنا في الخلف هنا لبن حتى لا يرجع هكذا. لا وتحت رأسه لبنة ويفضي كما قلنا يبعد الكفن لي على هذا ويفضي برأسه، والذي عليه أعمال السلف كما قلنا يفترحون هذا التراب الذي قد قرئ عليه، قرأ كل واحد ثلاث سبع حثيات سبع مرات من سورة القدر، ثم يجمع هذه الحثيات سبع هذه الحثيات سبع في مقتل واحد ويوضع تحت خد الميت، فإنه يرفع عنه العذاب ويرفع عنه يعني ضغطة القبر ويخفف عنه في قبره ولا يضره من هيبة منكر ونكير شيء. نعم وعليه أعمال السلف، هذا هو أقل الكفن الدفن وأكمله. نعم نعم نعم. وما حكم الزراعة التي توضع على القبر إذا كان ندوة بلل بيصل إلى عند الميت؟ لا يجوز هذا إذا كان الزراعة خفيفة. أما غرس الأشجار في المقابر كل واحد يجي يغرس شجرة فوق قبر والده وقبر والدته في أرض مسبلة للدفن لا يجوز. ليه؟ لأنها بتأخذ مساحة من أرض موقوفة للدفن، هي ما وقفت للزراعة ولا وقفت لغرس الأشجار. إذا لم يعني إذا ضيق على الدفن فذاك لا يجوز، أما مجرد زراعة فقط هكذا كأعشاب ونحو ذلك هذا إذا كان لا يصل البلل إلى الميت وإلا إجازة وإلا لا، وإلا ينصل البلل إلى الميت. نعم فهم. ثم تكلم المصنف على مسألة النبش، عرفنا نحن أن الميت ينبش يحرم نبشه مطلقا ما دام عاد في عظم ما بلي حرام نبش الميت، خلاف ما يفعله كثير الآن من بحاث القبور فإنه يبحث عاد العظام موجودة في القبر، فإنه واجب عليه أن يرد القبر كما كان، لكن للأسف اليوم يأخذ العظام ويرميها في ناحية ثم يدفن آخر في ذلك، فهذا لا يجوز ما يفعله في هذه الأيام كثير من بحاثة القبور يأثمون. نعم بيتكلم على المسائل الأربع التي ينبش فيها الميت، لا يجوز نبش الميت أبدا لكن قد يجب نبشه في مسائل. متى يجب نبش الميت؟ في إحدى أربع خصال. وليس قيد الأربع فإنه قد ذكر العلماء أكثر من أربع، لكن هذه الأربع ذكر المصنف هنا. المصنف ذكر أربع مسائل. لكن هي أكثر من أربع، مثال دفن الميت في أرض مغصوبة ما أذن صاحب الأرض يقول الأرض شلوا ما يذكر حتى لو تفجر حتى شلوا، أنا بات أرضي أنا ببني عمارة أنا بعمل شيء في أرضي، أنتم دفنتوها بدون إذن مني، أو كفينا في ثوب مغصوب ينبش ويخرج لأنه بيلقي الله على ثوب مغصوب، لكن إن طلب ذلك الثوب صاحبه أما قال لا خلوه خلاص ما يجوز نبشه، قال لا أنا أبغى الثوب حقي اللي غصبته ودفنته وكفنت فيه الميت واجب ننبشه ونعطيه الرجال حقه، أما إذا قال ما طلب سكت ساكت أو رضي بالبدل لا يجوز النبش حينئذ. هلا هكذا كذلك ينبش الميت كذلك إذا دفن الكافر في أرض الحرم، حرم مكة وحرم المدينة ينبش ويخرج خارج الحرم، لأنه ما يجوز دخول الكفار في مكة ولا في المدينة في حرم مكة والمدينة. هلا نعم بل ولا يجوز حتى في الحجاز كله
كالطائف كجدة. نعم. كذلك ينبش الميت وجوبا إذا خيف نبش. نحن دفناه هنا في ناس أعداء له بيبحثون القبر وبيحرقونه، أو كما هو الآن في زمن الظلم، الآن طلبة في كلية الطب يتعلمون الطب بالحرام في سائر الجامعات الطبية في البلاد العربية وفي البلاد العجمية. يأتي شاف حد فنو هناك، هو بكرة عنده امتحان في لا في المخ، يروح يخرج رأس الميت ويقي اختبارات عليه، يقي تعليم على الرأس، يأخذ شيء من باطن الميت ويروح يتعلم عليه. بل بعضهم من الذين هم يحرسون القبور يفعلون ذلك ويبيعون هذه الأعضاء على طلبة كليات الطب. إيش من طب هذا؟ هذا بلاء، ما هو طب هذا. يتعلم الطب الحرام، هذا ما هو طب هذا. هذا الجامعات الإجرامية الطبية، ها هذا بتجيب المرض. هذا كما هذا تعلم بالحرام وتعلم على أجساد الموتى، تنبش قبورهم ما يجوز. حتى لو قال الميت أنا إذا موتت أذنت لطلبة كلية أو جامعة الطب أن يأخذوا جسدي ويتعلموا، لا يجوز. وإن أوصى بذلك أنت لا تملك من أعضائك شيء، إنما هذا كله أمانة ربي أعطاك إياها، حافظ على الأمانة، لا تملك شيء منها، أن تبيع أو تهب أو تعير أو غير ذلك ما تملك. الله أودعك هذه الجوارح، هذا الجسد وهذا الشبه أودعك الله سبحانه وتعالى إياه، فحافظ عليه. نعم. فإذا خافوا من نبش كما هذول الطلبة المجرمين، طلبة الجامعات الطب، أو هناك بحاث القبور يعين على القبر في الليل، يقوم يخرج الميت وبعدين يبيع اليد وحدها، يبيع الرأس لوحده، شيء تشيب منه رؤوس الولدان، شيء جرائم تحصل. هذا مرة من المرات حصلوا ياس حارس على القبور، عنده سيارة آخر موديل، عنده عمارة كذا كذا دور، وقاعد حارس على القبور، تتبعوه، وهذه واقعة حال وقعت في مصر، تتبعوه، فإذا هو إذا ذهب أهل الميت وأخرجه، ثم يأتي طلبة جامعة الطب أو كلية الطب يبيع لهم عضوا عضوا بمبالغ كبيرة يبيعه. شفت الإجرام هذا؟ إجرام حتى إبليس ما جاء عليه، كأن إبليس إلا تلميذ من تلامذتهم، الأموات ما سلموا، ثم بعد ذلك بيعمل المستشفى، هل بيجعل الشفاء على يد هذا الذي تعلم الطب الحرام؟ ما بيجعل الله شفاء على يده، إلا بيجعل كل بلاء. فلهذا نزل البلاء حتى عم العالم كله، المسمى بالكورونا هذا بلاء يدل على غضب المولى. لكن ما فهمنا الرسالة، ربما تساتي رسالة بلهجة غليظة، نسأل الله العافية والسلامة، الله يسترنا بستره الجميع. نعم. كذلك إذا كان يعني في أرض مجرى السيول دفن، فيخاف أن السيل يأتي ويأخذه ويرفع القبر والجثة، نأخذه ننبشه ونرفعه مجرى السيل ولا نخليه. ألا نعم. لكن كذلك الآن كثير بعض الحكومات الظالمة تقول نحن بغينا هذا المقبرة بنبني فيها مول، يلا يشيلون عظام الموتى ينقلون، هذا كله من الظلم، لا يجوز ذلك. وبعض الورثة للأسف يعني أهل إجرام يفون المقبرة الخاصة بهم في أرض وسط البلد، فتجيب لهم مبالغ كثيرة، يبيعونه ويشيلون عظام الموتى حقه إلى مكان ثاني، إجرام مرة، وهذا لا يجوز فعله، وإن قد وقع في بلاد كثيرة وقوعه لا يدل على جوازه، إذ أنه هناك قضاة يحكمون بالظلم، قضاة يجهلون حكم الشرع حكم الدين،
فكيف تتخذهم لك قدوة؟ فكيف يستفتى مثل هؤلاء الظلمة من القضاء اللصوص؟ ما يسألون عن أمر الدين، لأنهم أضحوا لصوص، حتى لو صافحتهم لسلوا من خاتمك الفصوص من شدة معرفتهم بالسرقات والرشوات، نسأل الله العافية والسلام. نعم، كذلك ذكر المصنف مما يجب نبش الميت لأجله للغسل إذا لم يتغير، بشرط أن لا يتغير، دفن بلا غسل يجب إخراجه من القبر وغسله، الغسل فرض كفاية كذلك. قال لا خلاص قد تغير الآن الميت، إيش بنخرج؟ بنخرج اليد واحدة والرجل واحدة، كذ تفجر خلاص، هذا إذا لم يتغير وجب إخراج، وإلا لا. كذلك ولتوجيه إلى القبلة دفن لغير القبلة، هذا المسألة الأولى، دفن بلا غسل يجب إخراجه بلا غسل. قال ماشي ما أصلا، وإذا ماشي ما إيش يقوم مقام الغسل الواجب؟ التيمم، إذا فاتت النظافة فلا تفوت العبادة، ييمم بدل عن الغسل، فالغسل واجب والتيمم يقوم مقام الغسل الواجب ومقام الغسل المسنون ومقام الوضوء، فييمم تيمما للوضوء بدلا، ثم ييمم تيمما آخر بدلا عن الغسل. متى ينبش هذا؟ إذا دفن بلا غسل، طرحه في القبر ولا غسله، بشرط كما قلنا إن لم يتغير. نعم، كذلك المسألة الثانية ينبش فيها القبر إذا كان المصنف، كما قلنا ذكرنا مسائل كثيرة، هذه من المسائل التي ذكرها المصنف، إذا دفن وطرح هكذا على ظهره لم يوجه للقبلة كذا، أو قبلة إلى عكس القبلة، أو وضع على ظهره كذا، فتوجيهه إلى القبلة كذا واجب، فإذا لم يوجه للقبلة واجب نبشه وتوجيهه للقبلة. هلا نعم، المسألة الثالثة التي ينبش فيها الميت وجوبا للمال إذا دفن معه، وإن قل سواء كان من تركة الميت أو لغيره، كان إنسان واحد يساعد هكذا يساعد في بحث، سقط الجوال حقه أو سقطت المحفظة من جيبه في القبر وفيها الجواز وفيها الكاتبي فيها البطاقة، سقط في القبر يوم وصل الدار، أنا فين هذا؟ وأنا ساعدتهم في الحفر في القبر سقطت هناك، يجوز ينبش القبر ويأخذ ويطلع ذلك المال أو تلك المحفظة أو ذلك الجوال الذي سقط عليه في القبر، حتى لو مال قليل، لو مال قليل ما في شيء، سواء كان مال من تركة الميت أو مال لغيره كالمساعدين الذين يساعدون في الحفر، سواء طلب المال صاحبه أو لم يطلب، ليه ما في فائدة إضاعة مال نخليه في القبر، سواء سامح حتى قال طيب وما تكلم، نعم الجوال حقه سقط لكنه ما قال أنا ببحث القبر، يقول يجوز ذلك بيبحث القبر، ما لم يسامح، إذا قال بس خلاص أنا سامحت خلوا، أنا حقي المال غيرنا، المحفظة حقي فيها الفلوس خلوا سامحه، هذا إذا سقط في القبر. أما إذا أخذ المال وابتلعه في بطنه هل ينبش؟ فإن كان المال للميت لم ينبش مطلقا، وإن كان للغير ابتلع مال الغير كذلك، إلا إن طلب قال أنا بغيت المال حقي صرته، نفك يجيب السكين ونفكه نخرج المال من بطنه اللي ابتلعه هذا من الذهب أو الفضة مثلا. نعم، قال وللمال إذا دفن معه ولو قليلا ولو لغير الميت ولو الأجنبي، وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته، هذا المسألة الرابعة،
الذي ذكرها المصنف. هذا مرة دفنت وهي ماتت وهي حامل في بطنها جنين، هذا الجنين عاد ولا يوم. هذا لا يجوز، هذا الجنين يرمح في بطن أمه ويقوم. وبعض الجهلة، بعض الجهلة يأتي يضرب البطن الأم بعد موتها حتى يموت الجنين، لا يجوز هذا. هو المي الجنين إذا تركت لحظات الأم يموت على طول، فلا يجوز ضرب البطن أو نحو ذلك، بل إذا أمكنت حياته نشق البطن ونخرجه، واجب إذا أمكنت حياته. نعم. طيب إذا كان دفنت المرأة الحامل، ماتت وهي حامل دفنة في بطنها جنين حي ما مات لا زال يرمح. نعم. إيش نعمة؟ ننبشها ونفك بطنها ونخرج الجنين إذا أمكنت حياته، وإلا ما أمكنت حياته نتركها، لا يجوز دفنها وعاد حي، حتى إذا مات في بطنها دفنها معه. نعم. إذا كان رجل تزوج كتابية فماتت وهي حامل، رجل مسلم تزوج كتابية وماتت وهي حامل، هذا اللي في بطنها مسلم ولا كافر؟ مسلم. فإذا الجنين في بطن الأم وجهه فين؟ وجهه لظهر الأم. إذا نخلي الأم هكذا وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين الماء يكون وجهه إلى ظهر القبلة، فهكذا يدفن. يخلي ظهرها إلى القبلة، فحينئذ يكون وجه الجنين للقبلة إن كان الأم كافرة والولد في بطن أمه مسلم. كان تزوج كتابية مثلا، لأن الدين يتبع في الأعلى، إذا كان أحد أبوه مسلم يتبع الأعلى. نعم. طيب، لا هذا قال نعم. فإذا دفنت المرأة في بطنها الجنين تمكن حياته، واجب نبشها وشق البطن. ألا إذا بتمكن حياته، لو شقينا بطنها بنحصله حي، قال نعم واجب أخراجها وشق بطن الأم، ولا بيكون ذلك إلا بعدها أقل الحمل 6 أشهر 7 أشهر 8 9 أو أكثر، أما قبل 6 ما بتمكن حياته. أما 6 فأكثر، يعني أقل الحمل كم؟ 6 أشهر أو أكثر 7 أو 9 مثلا. وإلا قالوا لا، حتى لو خرج ما لو ما بيمكن. لو فكينا بطنها ما بيسلم الجنين، بيموت حتى لو فكينا بطنها بالمقص أو بالسكين. إيش نعمل؟ نقول خلاص ماشي حياة، تشقون بطنها ما دام ما ترجع حياة الجنين، إيش اتركوها لحظات، لا تدفنوها. إذا مات الجنين ادفنوها الآن، ولا يجوز دفنها ولا زال الجنين حيا في بطنها، ولا يجوز كما يفعل بعض الجهال من العوام تضرب بطن الأم هكذا بضربات بعود أخضر، عاد يبون عود أخضر من شجرة خضراء يضربون، أو عود الحنة يبونه يضرب، هذا لا يجوز. هذا منين جبت الكلام هذا؟ جابوه من عن إلهام من الشيطان، إلهام من إبليس الخسيس، لا يجوز ذلك أبدا. نعم. هذا الفرض الرابع. زاد بعضهم الحمل يحمل كذلك الميت، وللحمل كيفيات لم يتعرض لها المصنف هنا، إما على التربيع أو التثليث، إما أن 3 واحد قدام يمس الوسين واثنين في الوراء هذا التثليث، أو 4 واحدنا واحدنا واحد خلف واحد 4 أو هكذا، هذا كله من التربيع. وللحمل كيفيات كثيرة لم يتعرض لها المصنف هنا، لكن تكلم عليها الفقهاء في كتب أخرى. فالحمل لا محل الدفن واجب، حمله إلى المغتسل، وحمله من المغتسل إلى محل الكفن، وحمله من محل الكفن إلى النعش، ثم حمله مع النعش إلى محل الصلاة، ثم حمله من محل الصلاة إلى الدفن، هذا الحمل فرض كفاية. ولما ذكرها المصنف قال نعم ربما ما يحتاج إلى حمل، ربما نفس المكان هذا اللي مات فيه يغسل ويكفن فيه ويدفن فيه، ما عاد يحتاج إلى حمل. نعم. نقول نعم
فيحمل، فيحمل من بعد موته إلى محل الغسل، فيحمل محل الغسل إلى محل الكفن، فيحمل محل الكفن إلى محل الدفن، وهكذا. إذن حمله فرض كفاية. نعم، هذه الفروض الكفايات التي تجب على الأحياء للميت. نعم، فرغ من الكلام على ما يتعلق بالجنائز من غسل وتكفين وصلاة على الميت ودفن والحمل كما قلنا. نعم، ثم تعرض المصنف إلى مسألة هي عامة تجري، ليس خاصة بباب معين، تدخل في العبادات وذا. قال: فصل الاستعانات أربع خصال، ألا بل ست في الحقيقة، مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة، أربع خصال. ألا الإعانات، نعم، تارة تكون مباحة، تارة تكون خلاف الأولى، تارة تكون مكروهة، تارة تكون واجبة. ألا مباحة، المباح فعله وتركه على السواء، هذا مباح. خلاف الأولى يجوز الفعل ويجوز الترك، لكن الترك أولى. خلاف الأولى مرتبة دون المكروه، دون المكروه. خلاف الأولى مرتبة دون المكروه، المكروه أعلى. نعم، نعم، إذا تركت المكروه امتثالا أثبت على ذلك. ليه؟ أنا تركت امتثالا ألا لأمر الشارع، فتثاب على ترك امتثالا. استعانة واجبة، واجبة، إذا تركتها تعاقب وإذا فعلتها تثاب. نعم، نعم، فالمباحة تقريب الماء، هات الدلو، جيب الدلو، قرب الماء في الدلو، هذا تقريب الماء، هذه مباحة. ألا أو جيب الدلو بنروح بنعبي من البير، بنعبي من النهر، هذه استعانة مباحة، ليست خلاف الأولى. ألا ألا وهذه ليست مكروهة ولا خلاف أولى، لأنها قد ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرب ماء الطهارة قبل النوم، قبل النوم هو اللي يقرب الماء حق الطهارة. استعانة ثانية خلاف الأولى، ألا من الاستعانات خلاف الأولى، ألا هي صب الماء على نحو، لا على نحو المتوضئ، تعال غسل الأعضاء، صب علي، هات صب علي الماء، هذا فيه ترفه، هذا خلاف الأولى. ألا نعم، وهل من الاستعانة الوضوء على الحنفية، تفتح الحنفية هكذا تتوضأ؟ ألا المعتمد لا، ليس من الاستعانة، وقيل من الاستعانة. ألا نعم، فليس من الحنفية، عرفت الحنفية؟ ايش يسمون هذا؟ سمر، هذا سمر كرن، هذا الكرن أو الحنفية ليست هي من الاستعانة عندما تتوضأ فيها. بعضهم قال لا، لأنك أنت تشيل الماء كذا، أصل ما يمكن، أنت ما تدخل يدك في الكران حتى تغرف كذا، ما يمكن، ما يمكن أخذ الماء إلا بهذه الطريقة. نعم، نعم، فإذا استعان في الصب هذا خلاف الأولى. نعم، وكيف أسكب علي الماء أنا بتوضأ؟ ألا إذا كان حد يصب عليك يكون على يسارك، أسهل في أخذ الماء. وإذا أنت تريد أن تتوضأ من الإناء في الدلو على طول، تطرح الدلو عن يمينك، وإذا كان هذا بيصب عليك تقول تعال من جهة اليسار، السنة هكذا، لأن أسهل في أخذ الماء، بخلاف أسهل كذا بيصب. أما إذا كان في الدلو تضع الدلو عن يمينك غرفة كذا. والمكروهة الاستعانة المكروهة هي لمن يغسل أعضاء، أنت بس بزيلس كذا تعال غسل وجهي وغسل أعضاء، هذا مثل المترفه، هذا مترفه. إلا نعم، واحد معذور مريض في المستشفى، هذا وضي أو يممه، لا بأس هذا. لا، هذا قال الواجبة هي المريض عند العجز، واجبة ولو بالأجرة، تستعين بأحد يوضيه حتى بالأجرة واجب. أرد أو من يعينه على الذهاب إلى الحمام، من يعينه على الوضوء،
حتى ولو بأجر واجب. نعم. فإذا ما وجد أحد يعينه يوضيه له يتيمم. ألا صلى وأتى بالتيمم وأعاد بعد ذلك. أرد ولو وجد إنسان بيوضيه أرد متبرع واجب قبوله، بخلاف واحد قال خذ الأجرة هذه استأجر من يوضيك، لا ما يجب قبولها. مو واحد قال أنا مستعد أنا أوضيك تبرعه، لأن ما في منه بالفعل. بخلاف بالمال، أعطاك المال قالك استأجر من يوضيك، ما يجب قبول المال. فهمت؟ هذه عرفنا استعانة مباحة واستعانة خلاف أولى، عرفنا، وهي دون المكروه. استعانة مكروهة، استعانة واجبك المريض عند العجز. هلا وهناك إعانة مندوبة، هذا ما تعرف أنت تتوضأ له؟ ها تعال اسكب علي الماء أنا بعلمك الوضوء، هلا بعلمك الوضوء، هذا استعانة مندوبة، أنا استعنت بهذا خليته يسكب الماء من شأنه، من شأنه أعلمه الوضوء، هذا استعانة مندوبة هذه. غلط. هذا يقول استعانة. كما كذلك مسألة الجر، تعرف مسألة الجر؟ إذا جاء المصلي وقد اكتمل الصف، خلاص صف كامل. جاء بيصلي فين؟ بيصلي لوحده. الصلاة وحدك منفرد عن الصف مكروهة، مفوتة، كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة، لما تصلي لوحدك أنت في صف. كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة. إيش تعمل؟ تذهب لما خلف الإمام، تجر واحد من الصف الأول اللي أمامك تجره. أنت بتعينه، تعرف المسألة أنت تكونها عندك معرفة، بتتبعه، بتمشي خطوات غير متواليات حتى ترجع للصف، فتصف أنت وياه فيها صف واحد. هذا من الإعانة المندوبة. ليه؟ لأنك صليت معه في الصف وأنقذته من الكراهة، إذ لو صلى منفردا في الصف إيش؟ بيكون مكروه، وبتفوت عليه فضيلة الله، وبتفوت عليه فضيلة الجماعة. فهمت؟ هذه خمسة. والسادسة الإعانة المحرمة، حرام بتعين واحد على فعل حرام. قال أنا بيروح بيشتري خمر له، أنا ما بشرب له، حرام. بتشتري مسدس ولا سكين لواحد بيقطع طريقه وبيقتل أحد، حرام. أو واحد تعال بالقوة يلا تعال ساعدنا ولا بضربك، يلا تعال هات الماء حق الموضوع ولا بعاقبك، هذه استعانة حرام بالقوة ذي. استعانة. الآن في بعض البيوت يعينون الناس على شرب التنباك، تحصل اللي يدخل البيت تحصل الطفاية هنا وهنا وهنا، شفت الطفاية اللي طلع فيها هكذا، أسبق أسبق، عجيب. هو صاحب البيت يطرحها هنا وهنا وهنا، يعني بغيت الواحد لما يجي على طول يشرب بصيحة. عادة صارت هكذا، عيب، هذا عيب، علامة أن صاحب البيت ولا الضيف. الضيف اللي يشرب تنباك في بيت من ضيفه ضيف ما في أدب، يستحق الطرد من الباب. ما كفيت أنك تمرض نفسك بتمرض الناس عليك؟ لا يجوز. لكن للأسف بعض الآباء ظلمة يشربون هذا أمام أولادهم، أب ظالم، يضر نفسه ويضر أهل بيته، الله يسترنا بستر رجاله. فالاستعانة حرام. وعلى عاد وأخبث من هذا يقول لولده روح اشتر تنباك، روح اشتر تنباك، ما حصلت هنا روح دكان ثاني. إيش قلة الأدب هذه؟ أب ما في أدب، أب ما في أدب. ينبغي أن لا الابن أن يهرب من ذلك ولا يقتدي به، ويبحث عن مثل أعلى حتى يكون أعلى من أبيه وأحسن من أبيه. قال له أبوي كان هكذا، أبوك فسل من الفسول، أبوي كان يشرب تنباك، يعني هذا بتقتدي بهذا الشيء؟ لا غلط. نعم أبوك كان يقوم الليل اقتدي به، أبوك كان يحفظ القرآن اقتدي به، عرفت؟ هذه القدوة الزينة هذه. أما الاقتداء بي لا لا أتركه، تعفف عن ذلك وكن أنت أحسن من أبيك، وربما تحصل الهداية لأبيك بواسطتك.
ما حد داري، ما حد داري، ممكن تحصل هدايا لوالدك بواسطتك. قاع رجال يعتمد عليك، هو والدك بي بيطلب منك الدعاء، ما هو انت تطلب منه الدعاء، هو والدك بي لا عندك وبيطلب المساعدة بعد ذلك. ليه؟ لأن الآن في وقت الصحة والشباب مستر السكران، لو نصحته ما في فايدة، ونعاد الابن نصح والده عاده بيزيد عتوا ونفورا. فلهذا ما ينبغي الابن أن ينصح والده إلا يجعل واسطة من بعيد، في والدي يفعل كذا كذا، لو سمحت نصح والدي من بعيد لا يظهر في الصورة أبدا، لأن بعض الآباء حمقى إذا نصحوا الابن عاد ولا يزيد عتوا ونفورا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الاستعانة الست، هلا استعانة واجبة، استعانة مندوبة، استعانة حرام، استعانة مكروهة، استعانة خلاف الأولى، استعانة مباحة. فإذا الاستعانة تعتريها الأحكام الستة. نعم والله أعلم. هذا انتهى من له من كتاب الجنائز وانتهى من الاستعانات. في الدرس الآتي بيتكلم على باب الزكاة. هي الفاتحة. الله يزكينا ويعلمنا ما يجهلنا ويحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان، ويشرح صدورنا بالقرآن وبعلوم القرآن، ويعيننا على ما أراد منا، ويوفقنا لما يرضي عنا، ويجنبنا كل ما يسقط عنا، يحفظنا وإياكم من شر الأشرار والطلاق واليمن المختار. بسم الله الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمن يا حي يا قدير، صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.